بفيديو اليوم رح نصنع مع بعض صابون الليفة. صابون الليفة من مميزاته أنه بيساعد على تنظيف وترطيب الجسم بالإضافة للتقشير كونه بيحتوي على الليفة الطبيعية. المكونات اللي رح نحتاجها صابون طبيعي جليسرين، وبإمكاننا طبعا استخدام أي نوع صابون طبيعي آخر، ورح نحتاج إلى زيوت عطرية مخصصة للصابون أو مخصصة لصناعة الشموع وتكون من اختياركم بالإضافة لألوان المايكا. وطبعا ألوان المايكا اللي استخدمناها مخصصة لصناعة الصابون، وإذا ما كانت متوفرة بإمكانكم استخدام ألوان الصابون السائلة. وأكيد الأهم عنا الليفة الطبيعية، وعندنا مجموعة من الأدوات اللي رح تساعدنا بالشغل مثل وعاء زجاجي لتسخين الصابون وعصا للتحريك وأيضا لوح تقطيع مع سكينة وقوالب السيليكون، وطبعا عندكم حرية اختيار أي نوع وشكل من قوالب السيليكون. رح نبدأ ونقطع الصابون على حسب الكمية اللي رح نحتاجها، فمثلا إذا أردنا نصنع 4 قطع من الصابون رح نحتاج تقريبا 400 جرام من صابون الجليسرين. رح نقطع الصابون بهذا الشكل لقطع صغيرة حتى يسهل تذويبها بالمايكرويف. وطبعا احنا صابون الجليسرين اللي بنستخدمه اليوم هو صابون طبيعي، لذلك آمن استخدامه للوجه واليدين والجسم. في كتير عنا أنواع من سوب بيس، ولكن علينا نحرص نستخدم الأنواع الطبيعية أكتر لحتى تعطينا نتائج أفضل. وبعدين رح نضع الصابون في الوعاء الزجاجي ونضعه بالميكرويف لحتى يدوب تماما. بإمكاننا أنه نحن نضع الصابون في حمام مائي، ولكن الميكرويف أسهل. ملاحظة مهمة جدا أثناء تسخيننا للصابون بالميكرويف أنه نحن ما نسخنه زيادة عن اللزوم لحتى ما يتحول إلى رغوة ويعطينا فقاعات أثناء سكبه بالقوالب. والآن رح نبدأ نقطع الليف الطبيعي بالحجم اللي بيتناسب مع القوالب اللي رح نستعمله. بعد أن ذوبنا الصابون بالميكرويف رح نقسم الصابون لجزئين، جزء رح نضيف عليه اللون الأزرق وجزء باللون الأحمر. تركيز اللون في الصابون بيعتمد على حسب ذوقكم الشخصي، فإذا أضفتوا الكمية كبيرة من اللون فهذا راح يعطيكم تركيز أقوى، ولكن نحن هون أضفنا كمية متوسطة حتى يبقى تقريبا شفاف. وبعد ذلك راح نضيف الزيت العطري، هون أضفنا نحن زيت الياسمين، وراح نحرك المزيج حتى تتجانس جميع المكونات. وبعد ذلك رح نسكب الصابون بسرعة في القوالب وهو ساخن حتى ما يجمد معانا، وبعدين رح يصعب التعامل معه وما بنقدر نرجع نسخن الصابون لأنه ممكن تتأثر الزيوت العطرية اللي أضفناها. الصابون بيحتاج تقريبا من 4 إلى 6 ساعات لحتى يتماسك تماما ويكون جاهز للتغليف. الفكرة هاي كتير سهلة وبسيطة وتكلفتها جدا قليلة، وبإمكانكم انكم تطبقوها في مشروعكم التجاري، واللي راح تضيف لمسة جدا جدا رائعة لمشروعكم ولمنتجاتكم.